شوف يا أستاذ، يا إما نبحث عن إمكانية خلق استقرار في هذا البلد، وإلا دائما نجيبوا الحجج. قال نأجل، ما هوش وقتها. لا، رئيس هذا عنده برنامج، تم الانتخاب نتاعو، ما يهمش النسبة. النسبة اللي انتخبت عليه هاي باينة، عنده أجندة. الأجندة تاعو هذه كان هو قدم وعود وقال لازم يكون فيه تغيير تاع الدستور. جاءت الكورونا خلق أخرت نوعا ما هذا المسلك. اليوم هو ما يقدرش يكمل بهذا المجلس، كل صراحة ما يقدرش يكمل، هذه واحدة. ثانيا ما يقدرش يكمل بهذا يعني بهذه المجالس البلدية ولا المجالس الولاية. والدليل على ذلك، هو خذ قرارات، شعبية لصالح الشعب في ظرف تاع وباء، وشفنا كيف التماطل حتى في التطبيق بفكرة، ولا بفكرة أنه يكون فيه اضطراب اجتماعي. والناس اللي طلبوا بالتأجيل، أنا نقول بكل صراحة، ما همش قادرين، لأن غدوة في حالة انتخابات حقيقية شفافة راح يبان وزن كل واحد. فهمت؟ كل واحد شكون يتباطى في التطبيق؟ خلينا يعني قلت انت غير تقول لازم ناجلوا. على ناجلوا يا خويا؟ اول نوفمبر، الشعب لا قال لا، قال ايه، وفرت. ولكن ما هي دوك تقول لي انت كاين فيه نقاط، لربما ما عجبتش. انا ما الى حد الان النقاش حول ما، حول امور متعلقه بالهويه والدين. هذا واش نسمع؟ هذه امور، هذه بكل صراحه هذه اشياء اساسيه. هذه الامور تفصلت فيها الدساتير السابقه. علاه زيد نرجع؟ يعني معناه لنا اعطينا فرصه، للناس اللي حبوا يخلقوا مشاكل. انا واش نقول المواطن؟ وروح للاشياء اللي تكلم على الوضع نتاعك الاجتماعي، روح للاشياء اللي تكلم على الوضع الاقتصادي نتاعك، روح للاشياء اللي تكلم على صحتك حتى السياسي. روح للاشياء، اسمع سمحني، روح للاشياء اللي تكلم على التربيه نتاع ولادك. هذا هو الاساس. درك هذا نبقى انت شكون وانا شكون، مين جيت وما جيت، من ما عرف مين، وكيما نقولوا نرهق نفوسنا، ما زلنا في 2020 ما زلنا نبحث شكون احنا. كل صراحة لا، درك هذا السيد ولا هذا. وانا زيد نقول لك، كل مرة نحاول نطعن في شرعية الانتخابات الرئاسية السابقة، لان في اخر المطاف، جماعة واش تحوس؟ المجلس التأسيسي، ني دستور، ني كيما نقول انتخابات. هيا سيدي، تخيل انت، ما كانش رئيس منتخب وحنا مع الكورونا، وتعرف احنا الجزائريين كي نقعدوا ونبداو نقصروا مع بعضنا. والله ما نفروها، انت قلتها لي، قلت لي بالحرام ما نفروها، عامين ما نفروهاش.